في أحد الأيام في منزل صغير ومعزول على أطراف بلدة هادئة، عاش الصبي الصغير علياً وشقيقته الصغيرة راما. كان والديهما قد ذهبا في رحلة، ماركن أنفسهما وحيدين خلال عطلة نهاية الأسبوع. كان علي كونه الأخ الأكبر المسؤول، قد وعد والديهما بأنه سيعتني براما وسيضمن أن لديهما وقتا آمنا وممتعا. كان المنزل قديما ومخيفا قليلا، مع أرضيات خشبية تصدر أصوات تكسير وغرف مظلمة نسبيا. لم يكن علي وراما يمانعان في ذلك، على الرغم من ذلك إذ قضيا عدة عطلات نهاية الأسبوع هنا وشعرا بالراحة في مسكنهما الدافئ. في الليلة الأولى وبينما كانوا على وشك الذهاب للنوم، سمع علي صوتا غريبا يأتي من العلية. بدا وكأنه خطى، لكنه لم يكن هناك أحد آخر في المنزل. أغفله علي كتخيلاته تلعب به وعاد لوضع راما في الفراش. في اليوم التالي وعندما كان علي في المطبخ يقوم بتحضير الإفطار، لاحظ أن جميع الكراسي كانت مكدسة فوق الطاولة. شعر بالدهشة وسأل راما إذا كانت هي من فعلت ذلك، لكنها أخذت تهز رأسها. كانوا وحيدين في المنزل، أو على الأقل هما كانا يعتقدان ذلك. في وقت لاحق من ذلك اليوم، بينما كانا يلعبان لعبة الاختباء والبحث، لاحظا انخفاضا مفاجئا في درجة الحرارة، على الرغم من أن اليوم كان صيفيا دافئا. تشكل أنفاسهما سحبا باردة في الهواء مع شعورهما بالرعب، ثم سمعوا همسات غريبة وغير مفهومة تأتي من الجدران نفسها. ذعرا تجمعا معا وقررا التحقيق. تسللا بحذر حتى العلية حيث نشأت الأصوات الغريبة في الليلة السابقة. عندما وصلوا إلى باب العلية أغلق بابه بشكل آلي بوجههم، محبطينهم داخله. في العلية المظلمة رأوا صورا عائلية قديمة تبدو أعينها وكأنها تتتبع حركتهم، راقصة الظلال على الجدران، وكتبت رموز غريبة على لوح الأرض. زادت الهمسات ارتفاعا، صدحت في الغرفة ملؤة أذانهم بالقلق الذي لا يحتمل. علي وراما عرفا أنهما يجب أن يهربا، بحثا في العلية بشكل محموم، بحثا عن أي دليل قد يساعدهما على فتح الباب. وأخيرا وجدوا دفترا قديما مخبأ تحت بطانية مغبرة. كان الدفتر ينتمي إلى مالك سابق للمنزل ويحتوي على معلومات حول غرفة مخفية في القبو. متعجبين اتبعوا التعليمات من الدفتر واكتشفوا فتحة سرية تؤدي إلى القبو. وبينما هم ينحدرون على السلالم الصاخبة، عادت درجة الحرارة إلى طبيعتها وتوقفت الهمسات. من ذلك الحين لم يسمعوا أي من الأصوات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك